جهزي اتفرجي النهارده معانا على الفيديو اللي انا عاملاه لك. عامل لكم النهارده عروض جامده جدا على ادوات السفره وادوات المطبخ زي ما انا عملت لكم قبل كده عروض على المفروشات ونجحت معانا نجاح جميل جدا. وكمان الخامات كمان هتعجبكم جدا والاسعار فظيعه وهتلاقوا اقل الاسعار عندنا بخامات ممتازه. بس قبل ما ابتدي معاكم احب افكركم بالعنوان بتاعنا الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر جنب كافيتيريا السلطنه. العنوان تاني الهانوفيل الرئيسي بعد بنك مصر جنب كافيتيريا السلطنه. ولو عنواننا راح منك ومش عارفه توصلي هسيب لك ارقامنا فوق تقدري تتواصلي معانا عليها لحد ما توصلي المكان. انا معوده كل عرايسي لو انت هتيجي تعملي فاتوره من عندنا هنا فوق ال 5000 جنيه هتيجي عربيه الشركه وتاخدك لحد باب بيتك. ولو هتعملي اوردر اونلاين فوق ال 1000 جنيه الشحن مجاني. معاكي فيزا مشتريات بنك مصر او بنك الاهلي وعايزه تقسطي عندنا تقسيط بدون فوايد. معاكم اول طقم حلل. الطقم ده يا جماعه حلو جدا، الخامه بتاعته ممتازه، اربع حلل وجريل. عايزاكم كمان تشوفوا ان اليد بتاعته ستيل، يعني ممكن تدخله في الفرن عادي خالص ما تقلقوش منه. مش بس كده، الطقم دوت اربع حلل طبعا وجريل اكبر حله مقاس 28 واصغر حله مقاس 18. عايزه اوريه لكم اهو ان هو مختوم اهو، بصوا من ورا تركي اولا الطقم دوت. وكمان يا جماعه خالي من الرصاص، عليه اهو العلامه بتاعت بي اف او اي، ده يا معناه ان الطقم دوت خالي من الرصاص. وكمان انتوا شايفين السمك بتاعه. تعالي بقى اوريكم الحله بتاعته، ما شاء الله الطقم تقيل حلو جدا. بصوا من جوه عامل ازاي، شايفين؟ بصوا النعوميه بتاعته والسمك، بصوا برده اهو كلهم مختومين. بصوا الطقم ده يا جماعه ممتاز، عندي منه الوان كتير جدا جدا. سعره بقى عامل كام؟ سعره معانا عامل 1150 جنيه. يا جماعه هنشوفه دلوقتي نيو كلاين بالتكوين الجديد، يعني مش زي اللي فات دوت. اربع حلل ومعاه ووك ومعاه جريل ومعاه لبانه. تعالوا بقى نشوفوا المكونات بتاعته بالوانه بحاجته بصوا بجماله كده. بصوا اولا دي الووك بتاعته طبعا مقاس 30 زي ما انتم شايفين الشغل بتاعها. بصوا الالوان والتدريجه بتاعت الالوان ما شاء الله طبعا غير عن التعريف لانه هو تقيل وخامه ممتازه جدا. بصوا وغويطه كمان، عايزاكم تشوفوها ان هي غويطه، شايفين؟ بصوا ومعاها كمان ضمان 5 سنين. النيو كلاين معاه ضمان 5 سنين اهو، بصوا مكتوب عليه الضمان بتاعه، كل حاجه تبقى واضحه قدامكم. بصوا بقى الجريل بتاعه برده، الجريل ده برده مقاس 30 اهو، شايفين؟ شايفين الجمال والالوان. حاجة نضيفة بقى اللبانة بتاعته، شايفين جمال اللبانة؟ اللبانة دي طبعا 2 لتر يعني تاخد معاك 2 كيلو لبن. بصوا من جوه عاملة ازاي، شايفين الجمال؟ عايزاكم بقى تاخدوا بالكم من حاجة في الطقم النيو كلاين، ازاي تعرفوا ان هو الفرز الأول ولا فرز تاني ولا تالت. أولا الفرز الأول بيبقى بصوا من جوه الغطا بتاعه ستيل، شايفين عامل ازاي؟ دي حاجة معلومة ليكم ان انتوا تتأكدوا منها. دي أكبر حلة مقاس 30 اهي، بتاعتها ما شاء الله مش قادرة اشيلها من تقلها، شايفين الشغل بتاعها من جوه. ده طبعا بقى برضو عشان تكونوا عارفين النيو كلاين دوت تيتانيوم، يعني لا جرانيت ولا هو تيفال، ده تيتانيوم، شايفين من جوه؟ بصوا عامل معاكوا كام؟ سعره عامل معانا 2420 جنيه بس. شوفوا طقم الحلل اللي نازل يا جماعه، ده اربع حلل وجريل، عندي منه بيد ابليك وعندي منه بيد ستيل. الخامه بتاعته ممتازه جدا، عايزه اوريكم الشغل بتاعه. بصوا التضليعه بتاعته، شايفين شغل التضليع بتاعه؟ ده بيساعدك على ان الحاجه تستوي كلها مره واحده، ما تحتاجيش ان انت تقلبي الاكل والكلام دوت. بصوا بقى من جوه السمك بتاعه، بصوا التوزيع الحراري بتاعه ممتاز، بصوا شايفين اهو اهو تركي دوت البيد اباليك زي ما انتم شايفين اهو. تعالوا بقى نشوفوا الجريل بتاعه، بصوا الجريل بتاعه عامل ازاي، شايفين التدريجه بتاعته، شايفين الخامه بتاعته اصلا. بصوا التوزيع الحراري الحراري بتاعه، بصوا القعده بتاعته عامله ازاي، شايفين طعمه في منتهى الشياكه. ابو يد اباليك دوت عامل معايا 1425 جنيه. تعالوا بقى نشوفوا اللي بيد ستيل، هو نفس الخامه بالظبط بس يفرق عن التاني ان ده بيد ستيل، يعني تقدري تدخليه الفرن زي ما انت عايزه. بصوا شايفين عامل ازاي، بصوا برده التضليعه، عندي الالوان بتاعته كلها حلوه جدا، النعوميه بتاعته فظيعه، الخامه بتاعته بجد رهيبه. بصوا بقى الجريل بتاعه كمان بيد الستيل، شايفين؟ بصوا شايفين عامل ازاي، شايفين اهو تركي.
ده بقى يا جماعه عامل معايا 1525 جنيه. اكبر حله مقاس 28 واصغر حله مقاس 18. حلو جدا. اللي يفرق عنه ده وده 100 جنيه بس، عشان ده بيد اباليك وده بيد استيل مش اكتر من كده. انا بقى اوريكم الطقم الجامد قوي دوت يا جماعه. الطقم دوت كبير جدا، ده ماركت لينز يا جماعه. الطقم ده 23 قطعه، اربع حلل، اكبر حله مقاس 28 واصغر حله مقاس 18. معاه جريل، معاه طاسه كريب، معاه طقم كمك، معاه طقم توزيع، معاه لبانه. كل دي المكونات بتاعته. طبعا فاضل منهم تلات قطع دوت بالنسبه للحاويه، يعني الحاويه بتاعته دول اخر تلات قطع موجودين فيهم يا جماعه بيد ذهبي. هوريكم المميزات بتاع الحله ديت. الحله دي طبعا مربعه زي ما انتم شايفين، فيها كمان التطليعه دي، ودي بتساعدك على التوزيع الحراري، بتسوي لك الحاجه كويس. كمان عايزه اوريكم اليد بتاعته قد ايه سميكه. بصوا بصوا اليد بتاعته ما شاء الله، شايفين؟ بصوا الغطا، شايفين المنظر؟ ايه ده؟ بجد خطير. بصوا بصوا السمك، سمكه كبير جدا، شايفين؟ ولا الالوان بتاعته بقى، بصوا بصوا بقى اللبانه بتاعته، شايفين اهي 2 لتر برضو يا جماعه. بصوا اهي اللبانه باليد بتاعها الذهبي القمر ده، شايفين عامل ازاي؟ والغطا بتاعها طبعا ستيل. بصوا بقى طقم الكنك، شايفين؟ بصوا الكم، بص طقم الكنك عامل ازاي. بصوا التقل، ايه ده؟ شايفين؟ بصوا ما شاء الله، حاجه نظيفه جدا، يعني جيبيها وانت مرتاحه ومبسوطه منها. بصوا بقى طاسه الكريب، شايفين اليد بتاعتها؟ يعني تعيش للعمر، يعني بصوا تقيله لدرجه ايه، شايفين عامله ازاي؟ بصوا. وكمان طقم شيك قوي. بصوا بقى الجريل، ده الجريل بتاعه، شايفين الجريل؟ بصوا من جوه الجريل بتاعه كبير، وادي اهو من ورا، شايفين؟ عايزه اوريك اهو، بصوا لينز اهو تركي، شايفين؟ بقى اللون التاني منه، اللون الاسود، شايفين الشياكه؟ انا وريتكم اول لون الزهري، وادي اللون الاسود، ده بقى اللون الجراي. بصوا عامل ازاي اهو. ده سعره عامل 3500 جنيه، وفاضل قطعه واحده من اللي هو بيد الفضيه، هوريهولكم دلوقتي. فاضل قطعه واحده اهو، بصوا ده بيد فضي، ده عامل 3350. بقى دلوقتي طقم الحلل، اربع حلل وطاسه يا جماعه. الطقم دوت جرانيت من بره وتيفال من جوه. تعالوا بقى نشوفوه على الطبيعه. بصوا من بره جرانيت ومن جوه تيفال. بصوا الخامه بتاعته، بصوا السمك، عايزه اوريكم بقى اهو من تحت. ده ماركه اكتف يا جماعه، اكتف برده معروفه، تركي غنيه عن التعريف، الخامه بتاعتها ممتازه. الطقم دوت محقق معانا مبيعات عاليه جدا، بجد حلو جدا، السمك بتاعه فظيع. بصوا الطاسه، بصوا الطاسه عامله ازاي، شايفين؟ والخامه بتاعته ممتازه، يعني الخامه بتاعت التيفال بتاعته ناعمه وحلوه جدا. بصوا التوزيع الحراري بتاعه اهو، شايفين؟ الطقم دوت اكبر حله مقاس 28 واصغر حله مقاس 18، عامل معانا 1215 جنيه وبس. على رفايع المطبخ، واول حاجه هبدا معاكم بيها طقم الطاسات دوت يا جماعه. ثلاث طاسات، اكبر طاسه مقاس 28 واصغر طاسه مقاس 20 زي ما انتم شايفين. كمان الطقم دوت يا جماعه خالي من الرصاص، برده خالي من الرصاص. بصوا انا عامله لكم عرض عليه، عامل 310 جنيه، ثلاث طاسات، الخامه بتاعتهم ممتازه، اليد بتاعتها بصوا مختلفه اهو، انا مش عارفه افتحهولكم لان هم مكلفتينها كده. بصوا شايفين اليد بتاعتها عامله ازاي. دلوقتي طقم الكنك ده يا جماعه، ماركت مارتيف، ثلاث كنكات مدور طبعا. بصوا الخامه بتاعته عامله ازاي، شايفين؟ الحاجات اللي انا بوريها لكم كلها مميزه ومش هتلاقوها بره اصلا، يعني الحاجات اللي انا بعرضها لكم نظيفه جدا، والخامات بتاعتها حلوه جدا، واسعارها كمان جميله. دوت يا جماعه عندي منه ثلاث الوان، الزهري، وعندي منه البينك، وعندي منه النبيتي. سعره بقى عامل معاكي كام؟ سعره عامل 155. الثلاث طاسات التيفال دول زي ما انتم شايفين احجامهم اهي، مقاسات اهو، ثلاث مقاسات، عامله معايا 275 جنيه، ماركت مارتيف برده. صواني التيفال يا جماعه ماركت مارتيف زي ما انتم شايفين بالاحجام بتاعتها، اكبر في اصغر في اصغر، عامله معايا 300 جنيه. طب نشوفوا الجريل
الدبل يا جماعه ماركت اكتيف، الخامه بتاعته ممتازه جدا، وكمان شكله من بره بص عامل ازاي، حاجه في منتهى الشياكه. بص طبعا تركي دوت مقاس 36، المقاس بتاعه 36. تعالوا بقى نشوفوه من جوه، بص من جوه عامل ازاي. طبعا بصوا معاه غيار اهو قطعتين، ادي ده قطعه وادي القطعه الثانيه، ده غيار معاه شايفين. عايزه اوريكم بقى ان هو الوش دوت انت ممكن تفكيه طبعا من هنا وتستخدمي ده لوحده وده لوحده، في وش تضليعه ثانيه ادي واحده اهي، والوش الثاني في تضليعه ثانيه مختلفه خالص، يعني اتنين في واحد، حلو جدا. سعره معانا عامل 310 جنيه وبس. هنشوفوا طاسه الكريب ديت، بصوا عامله ازاي، مرتيف برضو شايفين. طبعا كل الخامات اللي وراكم دي خالي من الرصاص، وادي العلامه بتاعته اهو. طبعا ده جرانيت اهو شايفينه، شايفينه عامل ازاي، مقاس 28. بصوا بصوا الخامه بتاعته طبعا ممتازه جدا، وسعره كمان حلو جدا، سعره 140 جنيه. عندي منه 3 الوان، عندي منه البينك وعندي منه الموف وعندي منه ايه تاني النبيت. بص بقى الكنك الستانلس دوت، في عندكم الساده وفي عندكم اللي فيه الشغل الليزر اهو زي ما انتم شايفين، دوت عامل 170 وده عامل 180، ثلاث كنكات ستانلس الخام. تعالوا شوف بقى دلوقتي الصواني البايركس يا جماعه، ده البيضاوي ثلاثه مع بعض يا جماعه، طبعا ماركه التركي، تركي يعني الخام بتاعته تركي، عامل معانا 310. وعندي كمان المربع بصوا ثلاثه برده اهو، مربع بصوا تقيل ما شاء الله، انا خايفه يقع مني اصلا. بصوا بصوا الخامه بتاعته عامله ازاي، تقيل جدا، عامل 310. ودي معلومه ليكي برده، اي بايركس في الدنيا لو انت هتعملي اكلك فيه وطلعتيه من الفرن ما تحطيهوش على اي حاجه مبلوله خالص، حطيه على الفرن عشان ما تجيش اتكسر منك، تمام كده. اللي فاتت في كتير منكم طلب مني ان انا اصور له اطقم البهارات واللي انتم مش بتصوروها، انا المره دي هصورها لكم وهوريكم كل الاشكال اللي عندنا باسعارها. وهبدا معاكم باول طقم، الطقم ده يا جماعه في منه اشكال كتير عندي، عامل معايا 385 جنيه وكذا شكل منه موجود، زي ما انتم شايفين الشياله بتاعته استلس اهي فضي شايفين، بصوا عامله ازاي. وعندي طبعا الطقم الفيونكا القمر دوت بالوانه الخطيره، عامل معانا 490 جنيه 490. وعندي دوت يا جماعه برده والالوان بتاعته حلوه جدا، بس الاستاند بتاعه خشب اهو بصوا، عامل معانا 475 جنيه. وعندي الاطقم الكامله لو انتوا عايزينها برده اهي باشكالها، بصوا عامله 420 جنيه، عندي منها 3 اشكال زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوف دلوقتي اطقم الشوربه يا جماعه، 6 بولات شوربه، وطبعا البوله بتاعته الكبيره بالاشكال بتاعتها الجديده الحلوه الفلامينكو، بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي. وعايزه اوريكم كمان الاطباق بتاعته مختلفه، يعني كل طبق وليه تدريجه، بصوا بصوا المنظر، بصوا عامل ازاي، ممكن معلش من هنا، بصوا بصوا وادي لون وادي واحد تاني، اشكال مختلفة. عندي منه برضو اللي زي ده الرمش، بصوا الرمش دوت شكله حلو جدا، وبرضو عندي الشكل الفلامينكو التاني دوت قلوب بقى وحاجات هادية جدا. الطقم دوت عامل معانا 435 جنيه بالستاند بتاعه، طبعا زي ما انتم شايفين شيك جدا. طقم الشاي والجاتو ده يا جماعة عامل ازاي، حلو جدا، 24 قطعة اهو شايفين الشكل بتاعه، بصوا الرسومات بتاعته حاجة في منتهى الشياكة، بصوا بصوا شايفين البراد بتاعه عامل ازاي، حلو قوي، بصوا شايفين الشكل بتاعه، شايفين بصوا اليد بتاعته، بصوا شيك جدا، عامل 1275 جنيه. وعندي شكل تاني كمان هوريهولكوا دلوقتي، بصوا ده الشكل التاني اهو، ده لونين في بعض، ابيض في اسود شايفين الاضواء بتاعته اسود، وبصوا البراد بتاعه ابيض، اللي هو تزيني النيش بتاعك زي ما انت عايزه وفي منتهى الشياكه وحاجات رقيقه جدا، شايفين عامل ازاي، بصوا شايفين نفس السعر طبعا، عامل 1275 جنيه. بصوا دلوقتي طقم الشاي القمر ده بالشياكه بتاعته بيد الخشب ده، شايفين عامل ازاي، ومعاه 4 مجات ومعاه الصينيه بتاعته شايفين، بصوا الشياكه، بصوا الغطا بتاعه وشغله شايفين، بصوا بقى المجات والنقشه بتاعتها
شايفين عاملين ازاي؟ وعندي منه برضو الاسود، بصوا الاسود شياكته برضو، شايفين الاسود حلو قوي، وادي البراد بتاعه برضو اهو، حاجه كده في منتهى الشياكة. انا كام دوت بقى؟ 470 جنيه. وبقى النهارده عرض على شيالات الكحك اهو، زي ما انتم شايفين اللي هي الثلاث ادوار، اي شكل في دول عامله 300 جنيه وبس، اي شكل من ده كده زي ما انتم شايفين 300 جنيه وبس. وعندنا بقى اللي هو الشكل الاثنين الدورين بس كده المربع عامل 250 جنيه. انا بقى في جو ساقع، فطبعا انت بتحتاجي الحاجات سخنه دايما معاكي في الطريق، وعشان كده جبت لكم المجات الحراري يا جماعه عشان تحافظ على الحاجات السخنه. بصوا عندي الستاربكس دوت اهو عامل 50 جنيه، بصوا معاه من جوه المصفه بتاعته اهي، شايفين عشان يصفي لكم الحاجه. وبصوا بقى فتح ازاي اهو، شايفين بصوا عامل ازاي، عامل معانا 50 جنيه. عندي بقى مج باريس، لو انت عايزه بقى تحبي الاحجام الكبيره ده حجم اكبر، بصوا اهو بصوا عامل ازاي، كبير جدا من جوه، عامل معانا 60 جنيه. 60 جنيه ده الاولاني 50 ولا 60. اما بقى عندنا المجات الديجيتال، شايفين شكلها عامل ازاي، بصوا الديجيتال اهو بيقيس لكم الحراره من جوه اهو، حلو جدا جدا بالحجم دوت، عامل معانا 70 جنيه. مش هتلاقوا الاسعار دي بره، واتحداكم روحوا اسالوا عليهم بره. بصوا برده ده ديجيتال برده بالشكل دوت، شايفين عامل ازاي حلو قوي. بصوا وعايزه اوريكم من جوه، شايفين من جوه عامل ازاي، بصوا حاجه نظيفه جدا. وده عامل 80 جنيه. بقى نشوفوا التويست ديت عامله 48 جنيه، طبعا بتاعه البصل بقى والحاجات ديت. وعندكم برضو حفظه الطعام دي، زي ما انتم شايفين عندي منها شكلين حلوين جدا، عامله 170 جنيه. طعم استثاري يا جماعه، زي ما انتم شايفين حاجه قمر كده، حاجه نظيفه جدا يا جماعه. ده الطعم ده مستورد بورسلين زي ما انتم شايفين اهو، بص عامل ازاي، عايزه اوريه لكم اهو ان هو مختوم من تحت، بصوا اهو شايفين حاجه جميله جدا، حاجه نظيفه طبعا، بصوا عامل ازاي، شايفين شيك جدا لكل عروسه، عامل معانا احنا وبس 350 جنيه، بصوا حاجه كده في منتهى الشياكه. بصوا بقى من ضمن الرفايع عندنا طقم السكاكين دوت يا جماعه، زي ما انتم شايفين مخرطه ومعاه مبشره واربع سكاكين، عامل معانا 40 جنيه. ده حلو جدا لاستعمالك في المطبخ كده الخفيف، حلو جدا. المنظم دوت لاي عروسه بتحب تجيبه دلوقتي عشان تحط فيه الاكسسوارات والحاجات بتاعتها تلمها فيها، حلو جدا، عامل 55 جنيه اهو، درجين كبار ودرجين صغيرين ب 55 جنيه وبس. على التلاجة يا جماعة، يعني 4 في 1 بالاحجام اللي انتوا شايفينها ديت، شايفين عاملة ازاي، وعندي منها الوان خطيرة جدا، عاملة معانا 45 جنيه وبس. بصوا عايزة اوريكم الغطا بتاعه، ما شاء الله جامد، شايفين بصوا بصوا من تحت اهو، بصوا البلاستيك بتاعه حلو جدا. بقى شيالة البطاطس دي يا جماعة كلها ستانلس في ستانلس، 18/10، الخامة بتاعتها حلوة جدا. بصوا انا عايزة اوريكم اصلا ان هي ما شاء الله سميكة، مش زي اللي هي الشيالات اللي احنا بنشوفها تبقى خفيفة كده ولو عملتيها كده تتكسر في ايدي، لا دي بصوا يعني انا بضغط عليها بكل قوتي، جامدة جدا. وطبعا بصوا اليد مش بلاستيك بقى ولا تفك منك، لا الخامة بتاعتها حلوة جدا، عاملة معانا 25 جنيه وبس. دي بقى طبعا المبشوره اللي كلنا عارفينها، اللي احنا مفيش حد فينا بيستغنى عنها ابدا في البيت، بصوا دي كلها ستانلس ستانلس، على فكره حاميه جدا، يعني انت وانت بتعملي بيها الاكل خدي بالك منها عشان حاميه جدا، عامله معانا 20 جنيه زي ما انتوا شايفين 4 نواحي اهو 20 جنيه. دي بقى النشابه يا جماعه السيليكون، تعيش معاكي وقت اطول، ما تخافيش عليها لو جاء عليها ميه، مش زي الخشب، الخشب لو جاء عليها ميه بنبقى احنا قلقانين بتبوظ بسرعه، اما دي سيلكون تعيش معاكي العمر، عامله 40 جنيه وعندي منها الوان. قشرت الخضار يا جماعه، بصوا ليها كذا ناحيه، عامله معانا 9 جنيه، شايفين شكلها عامل ازاي، وعندي منها الوان، شايفين ده قمع العصير يا جماعه، بصوا عامل ازاي، ده سيليكون اهو، شايفين صغير كده
ده تجيبيه عشان لو عايزه تفضي عصير في الازازه او اي حاجه. حلو جدا، عامل معانا 7 جنيه وبس. انا طقم التوابل الخشب ده يا جماعه عامل 75 جنيه زي ما انتوا شايفين، في من كذا ناحيه وكمان دوار اهو، بصوا يعني تحطيه على المطبخ دوار ليه قعدته. حلو جدا، عامل 75، وكمان الـ يعني البهارات بتاعته ازاز مش بلاستيك، البهارات بتاعته ازاز.